أيرلندا في زيارته الثانية لمصر خلال هذا العام، وبداية أتوجه له بالشكر على الاهتمام الذي توليه الحكومة الأيرلندية للعلاقات الثنائية مع مصر، وأتاحت الزيارة واتصالاتنا الهاتفية خلال الفترة الماضية للتأكيد على الاهتمام المشترك بدعم العلاقات الثنائية سياسيا واقتصاديا وثقافيا على أرضية ثابتة من العلاقة الممتدة بين البلدين والشعبين اللي اتسمت دائما بالصداقة والمودة والتفاهم المشترك حول الكثير من القضايا، خاصة القضايا الإقليمية. الموقف الذي اتخذته أيرلندا إزاء التطورات الخاصة بالحرب في غزة ومعاناة التي تواجه الشعب الفلسطيني موقف نبيل، موقف شجاع، موقف يتسم بالالتزام بالمبادئ سواء كانت السياسية أو القانونية أو الأخلاقية التي دائما نتطلع لها، مبادئ متصلة بالعدالة وبالإنصاف وتقدير بأنه لا يمكن أن يتم التعامل على أسس من ازدواجية المعايير، وإنما الاتساق مع المبادئ التي تحكم مسار البشرية والمثل التي يجب أن نعتد بها. تحدثنا بالتأكيد بشكل مسهب فيما يتعلق بتطورات الحرب في غزة، ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم، توفير المساعدات الإنسانية، العمل على منع تصفية القضية الفلسطينية من خلال الدفع نحو النزوح، ولكن أيضا بأن يتم التوصل إلى حل دائم ليكسر دوائر العنف والصراع بتنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على خطوط 4 يونيو 1967 وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية. لا نرى بديل لحل هذا الوضع والصراع إلا من خلال حل الدولتين، ونعمل على تنفيذ هذا الحل وليس مجرد التعبير اللفظي عن تأييده. لدينا رصيد طويل من المفاوضات التي تمت، معرفة لدى المجتمع الدولي بأطر التوصل إلى حل الدولتين بما يحقق السلام والاستقرار والأمن للشعب الإسرائيلي والشعب الفلسطيني، ولكن حتى الآن لا تتوفر الإرادة السياسية الكافية من خلال ما تم الإعلان عنه من قبل المسؤولين الإسرائيليين برفض احتضان هذا الحل. من هنا من الأهمية تكثيف الجهود الدولية لإقناع الحكومة الإسرائيلية بأن هذا هو الحل الوحيد الذي يحقق الاستقرار والأمن للمنطقة ويخرج الشعبين من دائرة الصراع الممتد. الآفاق واسعة للتعاون الإقليمي لدعم المتبادل لتحقيق الأمن والاستقرار والعيش في سلام، ولكن لابد من اتخاذ المواقف الشجاعة دعما للسلام، دعما للمبادئ التي تحدثت عنها، حتى نضمن للأجيال القادمة الرخاء والعيش في سلام. برحب مرة تانية بمعالي الوزير، وأتمنى له إقامة طيبة في مصر وجولة مفيدة، يتوجه إلى العريش وإلى معبر رفح للتعرف على ما تقوم به مصر من جهد مدني منذ اندلاع الحرب لتوفير المساعدات الإنسانية لقطاع غزة. معبر رفح يعمل بصفة مستمرة منذ 7 أكتوبر، لم يتوقف إلا ليوم أو يومين تعرض فيهم للقصف العسكري،
فيما عدا ذلك نستمر في جهودنا من خلال منظمات الأمم المتحدة والاتصالات مع إسرائيل لتوفير أكبر قدر من المساعدات للقطاع للوفاء باحتياجاته. بالتأكيد أننا لم نصل بعد إلى الكميات التي تلبي احتياجات الشعب الفلسطيني. أشير إلى التقرير الذي صدر فيما يتعلق بالأونروا، تقرير وزيرة خارجية فرنسا السابق الذي دحض الادعاءات بتورط المنظمة أو موظفيها في أعمال إرهابية. في الحقيقة كان شيء مؤسف أن تتخذ دول لمواقف تستبق أي نوع من التوثق والتحقق من الادعاءات، وأن تؤثر على قدرة هذه المنظمة التي تتطلع بمسؤولية رئيسية في دعم الشعب الفلسطيني وتوفير احتياجاته ليس فقط في غزة ولكن في الأردن، في سوريا، في لبنان، وتوفر احتياجات إنسانية، توفر تعليم، توفر رعاية صحية. وبدون عمل الأونروا هي المنظمة الوحيدة التي لديها القدرة على توزيع المساعدات الإنسانية داخل قطاع غزة، وأتى حجب الدعم لها بأثار سلبية على اطلاعها بمسؤوليتها في هذا الصدد. فنحن نرى في هذا التقرير تطور، وندعو الدول التي علقت مساهمتها أن تعيد النظر في هذا القرار، بل وأن توفر مزيد من الدعم للمنظمة لمواجهة الحالة الإنسانية الكارثية الغير مسبوقة. لا يمكن أن يتحمل الضمير العالمي استمرار هذا القدر من القتل الذي وصل إلى 34 ألف قتيل مدني، 20 ألف منهم من النساء والأطفال، واستمرار حالة التدمير المستمر للقطاع بحيث أصبح غير قابل للعيش فيه. فضرورة توقف هذه الحرب، ضرورة العمل على توصل إلى حل الدولتين لإنهاء بشكل كامل الدول العربية، سواء من خلال مبادرة السلام العربية في 2002 أو الجهد الذي تبذله حاليا لوضع إطار يؤدي إلى إنهاء الحرب ويؤدي إلى إنهاء الصراع من خلال إقامة الدولة الفلسطينية، أمر يجب أن يتم دعمه من خلال شركائنا الأوروبيين، الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بصفة عامة، لأنه استمرار هذه الحرب وما قد ينتج عنها من أثار نحن نترقب. وندعو لعدم اتخاذ إسرائيل أي إجراءات عسكرية في رفح، هذه أيضا دعوة من غالبية العظمى من أعضاء المجتمع الدولي لإدراك الجميع بأن الأعمال العسكرية في منطقة تكتظ بالسكان المدنيين حوالي 1.5 مليون سوف يترتب عنها مزيد من الضحايا من المدنيين، مزيد من المعاناة، مزيد من التشريد، مزيد من المحاولات لتصفية القضية من خلال التهجير. وكل ذلك لابد أن نتعدى مجرد المطالبة اللفظية بذلك، وإنما يكون واضح بأن هناك قدرة على اتخاذ خطوات ملموسة في حالة الإقدام على هذه الخطوة، بما يعد رادع لعدم اتخاذ إسرائيل لخطوة يطالب العالم بألا تتخذها. مرة أخرى برحب بمعالي الوزير وأعطيه الكلمة. شكرا جزيلا سعادة الوزير. Sorry.
شكرا جزيلا سعادة الوزير، شكري على الترحيب الحار صبيحة هذا اليوم وعلى كرم الضيافة وروح الوفادة. نحن نثمن أنه في حالة الشكوكية التي تعتري الموقف العالمي، نحن في موقف لأن نعرب عن مناقشاتنا المثمرة صباح هذا اليوم. وكذلك أشكركم على كل أنواع المساعدات التي منحتموها لأيرلند فيما يتعلق بتسهيل الخروج لمواطنينا للخروج من غزة. وزارتكم والسادة الكادر المسؤول في وزارة الخارجية بالفعل دعمنا كثيرا في إخراج رعايا أيرلندا من غزة. أظن أن لا زال هناك أكثر من 40 مواطن وهم قلقون، ونحن نرغب في أن نساعدهم في أن يخرجوا من غزة. إذن نحن نثمن هذا الجهد الدؤوب الذي بذلتموه لصالح أيرلندا، لأن هذا ساعدنا كثيرا. النقطة الثانية، وبشأن الجبهة الإنسانية، فإن هناك تخوف كبير فيما يتعلق بالموقف في غزة. فنزور معبر رفح اليوم وحتى نتعرف على موقف منظمة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوتشا، حتى نتعرف على التحديات والعراقيل والقيود في قطاع غزة، وكذلك عدم كفاية المساعدات الإنسانية التي تصل إلى معبر غزة والقيود والعراقيل الموجودة من العديد من وكالات المساعدات الإنسانية والتي شهدوها وأعربوا عن أن هناك كارثة إنسانية في القطاع. هناك نسبة 100% من الشعب الفلسطيني في غزة يلاقون شبح المجاعة وشبح تضور الجوع وشبح المجاعة. في هذا السياق فإننا نرحب بتقرير كاثرين كولونا فيما يتعلق بتحليل وتقييم موقف الأونروا، وبالفعل الدعم لأونروا لم يتوقف، بل على العكس من ذلك سنواصل تقديم المزيد والمزيد من الدعم تجاه شعب غزة عن طريق الأونروا، حتى نعرب عن إشارة قوية أمام المجتمع الأوروبي كله أنه هذا ليس الوقت لوقف أو لخفض الدعم الموجه لأونروا. أي شخص يقول أن أونروا منظمة لا غنى عنها وهي منظمة أساسية، ليس فقط من منظور تقديم المساعدة الإنسانية ولكن حتى من منظور إعادة الإعمار فيما بعد الصراع. أونروا تقدم الآلاف والآلاف من المدارس ومن المدرسين وكذلك من الطاقم الطبي والمراكز الطبية. وأنا شخصيا أنا مدرس سابق، وكان هناك نحو نصف مليون شخص في غزة لا يوجد لديه ولم يدخل أي مؤسسة تعليمية، وهذا من وجهة نظري هذه مشكلة وهذا تحدي كبير. إذن نحن نتمنى أن يكون التقرير يواصل الدعم ويوصي بمزيد من الدعم للأونروا، وأن نعيد البدء ونعيد الالتزام أمام أنفسنا بتقديم الدعم المالي لمنظمة الأونروا في مثل هذه الأوقات العصيبة. ناقشت مع معالي الوزير موضوع وقف إطلاق النار، ونحن بالفعل نثمن المجهودات المصرية التي تقوم بها لوقف إطلاق النار في غزة. بالفعل هذا أمر لا بد منه. كذلك من الضروري أن نتحدث عن تحرير وإطلاق الرهائن. ومرة أخرى نحن بالفعل ندين احتجاز الرهائن، وكما قلنا أن تدفق المساعدات الإنسانية يجب ألا تتم إعاقته ويجب أن يزيد وأن تتضاعف دخول المساعدات الغنسية المساعدات الإنسانية إلى غزة. كذلك ناقشنا موقف دولة الاعتراف بدولة فلسطين، وهذه بالفعل خطوة في غاية الأهمية، وكذلك لدعم فلسطين في تحقيق تطلعاتها وحق تقرير المصير لها على أساس حل الدولتين. وهذا العمل بالفعل يجري على قدم وساق مع عدد من الدول
في الاتحاد الأوروبي نحو الاعتراف بها، وكذلك خطة السلام التي ذكرها معالي الوزير هي خطوة في غاية الأهمية لاتخاذ أي قرار محتمل في هذا الصدد. إذن نحن نتطلع إلى الإشراك معكم ومع زملائكم بشأن هذه المبادئ وتعزيز لخطة السلام. هذه بالفعل نقطة في غاية الأهمية، لأنها تمثل أفكارا صلبة يمكن تنفيذها على الأرض، وحل مستدام يعتمد على حل الدولتين، وهذا هو المخرج الوحيد لأن يعيش الشعبان بسلام على أساس حل الدولتين. نحن نتفهم أن بعد التدخل العسكري مرفوض، ويجب أن يكون هناك الحل السياسي واتباع المسار الإنساني، وهذا بالفعل لن يحدث بين عشية أو ضحاها، ولكن من الضروري أننا نعمل في هذا المسار. كذلك فإننا نتطلع إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أجرت اجتماعات بشأن الاعتراف الكامل بدولة فلسطين لحصولها على العضوية، وبالفعل نحن نؤكد وندعم ونصوت لصالح حصول فلسطين على العضوية. مرة أخرى أشكرك معالي الوزير، وشكرا على العمل الدؤوب الذي بذلتموه تحقيقا للسلام. استاذ محمد مصطفى تفضل من وكاله انباء الشرق الاوسط. مساء الخير يا فندم. سؤالي للسيد الوزير سامح شكري. الاسبوع الماضي شهد مجلس الامن انتكاسه جديده يا فندم فيما يخص تعامله مع الوضع في الاراضي الفلسطينيه المحتله، في ضوء فشله طبعا في اعتماد قرار للاعتراف بالدوله الفلسطينيه كعضو كامل العضويه في الامم المتحده نتيجه للفيتو الامريكي. ونحن نعلم في الوقت نفسه ان ايرلندا لديها موقف متقدم يتعلق بالاعتراف بالدولة الفلسطينية. هل يمكن اطلاعنا يا فندم على خطط التحرك المستقبلية في موضوع الاعتراف بالدولة الفلسطينية في ضوء عجز مجلس الامن الاخير؟ وهل يمكن ان نرى اعترافا مستقلا من جانب دول اوروبية بفلسطين طبعا؟ و إذا كانت الدول العربية ومصر تحديدا لديها مقترحات في هذا الشأن. شكرا يا فندم. الأمر في الأمم المتحدة طبعا يتم من خلال البعثة المراقبة لفلسطين في الأمم المتحدة، والقرار الذي تتخذه المدعوم من المجموعة العربية بعد فشل مجلس الأمن في الاعتراف بفلسطين كعضو كامل. وهذا المسعى هو بالغرض منه هو تأكيد جدوى حل الدولتين، وكان يجب أن يتم لإقرار مرة أخرى توافق المجتمع الدولي على حل الدولتين، وجود دولة فلسطينية قائمة. هناك اعتراف من حوالي 130 أو 135 دولة بالدولة الفلسطينية، ولكن أن يتخذ مجلس الأمن قرار في هذا الشأن بالعضوية الكاملة له مغزاه وله تأثيره. أتصور أن الخطوة القادمة سوف تتم من خلال الجمعية العامة، ومن المنتظر أن تأتي بتصويت واسع نطاق دعما لاعتراف بدولة فلسطين كعضو كامل في الأمم المتحدة، وقد يؤدي إلى أيضا اتخاذ دول لم تعترف بعد، خاصة دول أوروبية، في ضوء المشاورات والاتصالات التي نجريها معها. هناك عدد من الدول، ربما الوزير أشار إلى أن هناك تقدير للتوقيت الملائم لعدد من الدول لاتخاذ قرار في هذا الشأن، وهذا القرار معبر مرة أخرى عن التوافق الدولي حول ضرورة إنهاء الأزمة من خلال حل الدولتين. الجزء الثاني من السؤال كان مرتبط ب نحن دائما في مقترحات مصريه فندم او عربيه. نحن دائما نسعى للتعامل مع الازمه الخاصه بالحرب في غزه للوصول الى انهاء الاعمال العسكريه، توفير المساعدات للشعب الفلسطيني، منع تصفيه القضيه من خلال التهجير،
وأيضا النظرة إلى كيفية إدارة وتحقيق مصالح الشعب الفلسطيني عندما يتم الانتهاء من الحرب والأعمال العسكرية، وما يتعدى ذلك في إطار الحل الكامل للقضية. القضية المزمنة لها أثار بالغة السلبية على المنطقة، شاهدنا الاحتمالات القائمة من توسيع رقعة الصراع بالتراشق الأخير فيما بين إيران وإسرائيل، وإمكانية أن يتسع هذا الصراع إلى درجات أوسع ويكون لها أثار أكثر سلبية بالنسبة للدول. لدينا الوضع في البحر الأحمر وتأثيره على الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد. فدائما مع شركائنا من الدول العربية المتأثرة بشكل مباشر التي لها دور تقليدي نقوم ببلورة أفكار كلها تصب في النطاق الإيجابي بحل الأزمة والانتهاء من الصراع ودوائر العنف. لكن لابد أن تكون هناك إرادة سياسية، إرادة سياسية لدي أحد طرفي الصراع. السلطة الوطنية الفلسطينية الممثلة عن الشعب الفلسطيني احتضنت المبادرة العربية، احتضنت الاعتراف بدولة إسرائيل، دائما تدعو إلى الحل السلمي للصراع وعلى أساس حل الدولتين وتحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. على الجانب الآخر أن يأخذ موقف، وللأسف التصاريح المسؤولين تشير إلى أنه ليس هناك احتضان لفكرة إقامة الدولة الفلسطينية. ففي ضوء انتفاء الإرادة لا أعلم إذا كان دعوات المجتمع الدولي هي مجرد دعوات لفظية وعليها أن تتحول. إذا كان هناك مصلحة لدي المجتمع الدولي لتحقيق الاستقرار في هذه المصلحة في هذه المنطقة، فهناك ضرورة بأن تتعدى دعم حل الدولتين للدعم اللفظي إلى اتخاذ إجراءات ملموسة تؤدي إلى إقامة الدولة. وهناك الآليات في مجلس الأمن قادرة على أن تتخذ القرار الملائم في هذا الصدد. سؤال آخر، مستر ميلوني from Irish Independent. Sorry, if you oh, please. In response to the الإجابة last question, سؤالك الأخير، just to say that أود أن أقول هناك العديد من الدول ذات العقلية المتشابهة في الاتحاد الأوروبي هم بالفعل يعملون معا في مسألة الاعتراف بدولة فلسطين، والموقف الإقليمي يدعم منظور مبادرة السلام، وكذلك بعض الدول تدعم هذه العملية، كذلك مع منع العنف في قطاع غزة. كذلك فإننا نؤمن وندعم التصويت المقبل فيما يتعلق بالاعتراف بدولة فلسطين. نحن ندعم ذلك، أيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا والعديد من وعدد من الدول في الاتحاد الأوروبي تعقدان جلسات للمباحثات فيما يتعلق بهذا الموقف، ولكن هؤلاء ثلاث دول تدعم التصويت لصالح فلسطين والاعتراف بها كدولة، ونحن بالفعل ننسق مع الجانب الأوروبي لتحقيق تطلعاتهم على أساس حل الدولتين، والجميع أظن أنه ينتظر هذه القرارات والمفاوضات تتم وتجري على قدم وساق. بالفعل لا يمكننا أن ننتظر تحقيق هذا القرار حتى الأبد، ولكن يجب أن تكون هناك جهود مشتركة وحثيثة. سنتر ميلوني، زرت تركيا بعد غزو واشنطن
war graves there. الحرب تتفاقم هناك، وأظن أن الموقف صعب للغاية. ماذا عن المأساة التي حدثت هناك؟ هناك أكثر من 300 شريك، وكذلك ماذا عن الاتهامات التي تتلاحق بالجانب الفلسطيني، وكذلك فيما يتعلق بالموقف الروسي الأوكراني؟ ماذا عن هذه المأساة التي تحدث في أوكرانيا، وماذا عن هذه المأساة التي تحدث في غزة؟ ماذا عن الموقف الروسي؟ أود أن أقول أنني قمت بشجب وتنديد الهجمات في قطاع غزة. وأنا في عام 2009 ذكرت أنني في تصريحاتي قلت أنه لا يمكن قصف غزة، لأن هذا القطاع يكتظ بالسكان، هم مدنيون. وكذلك أنا أدنت القصف الذي استهدف غزة، وكذلك هو كله غير مقبول من الناحية الإنسانية. الأطفال والنساء قتلوا، وكما ذكرنا سابقا شاهدنا العائلات تتوجع في مشهد واحد. أظن أن هناك 18 طفلا قتلوا. بالنسبة إلي هذا كله غير مقبول، وهذا كله أعمال وحشية بربرية ليس لها مسوغ. وأنا أرى أنه بشأن المقابر الجماعية التي شاهدناها نحن في انتظار تحليل الموقف، ولكن ومرة أخرى كل هذه الأعمال بحاجة إلى أن تحكم وفق القانون الإنساني الدولي. وأيرلندا نفسها قدمت طلب أمام المحكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال. وكذلك أود أن أقول أن النائب العام ذكر، وأود أن أقول أنه قدمنا عدد من الدفوع في هذه القضية، وهي الآن قيد التحقيق من الناحية القانونية أمام محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بالقضية التي تم تحريكها والدعوى التي تم رفعها. ولا يمكن أن نتدخل أنه شأن قانوني، ولكن أود أن أقول أن أيرلندا يحكمها القانون الدولي الإنساني، وهذا هو موقف أيرلندا مثلما هو الموقف في كل القضايا. وأود أن أقول أن الأمم المتحدة تعمل بنظام متعدد الأطراف، وأنا أقترح أن مجلس الأمن برمته عليه أن ينظر في مثل هذه المواقف، والنظر في الموقف في غزة وفق القانون الإنساني الدولي. نحن لا نتدخل سياسيا في أعمال محكمة العدل الدولية، ولكننا نقدم الدفوع لها لأداء وظائفها على أساس الموثوقية. هذا الموقف بحاجة إلى التحقيق بشأنه. ليس لدي أي علم بشأن مستقبل هذه الأمور، ولكن نحن نتمنى أن نرى وقفاً لإطلاق النار. ماذا وإلا سوف يتحول الموقف من سيء إلى أسوأ. أنا شخصياً أخشى من أننا نشهد أكثر سوءاً وسوءاً فيما يتعلق بأعمال التدمير وما إلى ذلك. وفيما يتعلق بموقف الاتحاد الأوروبي، فإن وسائل الإعلام الأوروبية يجب أن تصل على أرض غزة حتى ترقب عدسات الصحافة ما يحدث في غزة. الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يجب أن تتم دعوتهم إلى غزة لأن يروا بأم أعينهم ما يحدث في قطاع غزة، لأننا لا يمكن أن تتجاوز عن شيء رأيته بعينيك وكم هذه المعاناة على شاشات التلفاز. ولكن إذا ما رأيت هذا الأمر بعينيك وأنت في ساحة المشهد، أظن أن الأمر قد يختلف. إذن أتمنى أن تقف هذه الأعمال العدائية، وأتمنى أن تنقل الصحافة المشهد بكل حيادية، لأن العالم لا يمكن أن يستمر مع آلة الحرب الدائرة. وأظن أن على سبيل المثال الأونروا، على سبيل المثال هذا مجرد مثال.
ماذا عن مستوى الإقاء العاشة السكنية؟ ماذا عن مستوى التعليم والمدارس؟ وكأنها أعراف جديدة فرضت على الواقع الفلسطيني، سواء ما نرى ذلك في أوكرانيا أو ما نراه في غزة. العالم يجب أن يتحرك، علينا أن نتوقف، أن ندعم توقف الأزمة في السودان. على سبيل المثال، ثلاث قضايا أساسية: السودان وغزة وأوكرانيا. العديد، مليارات الأشخاص في حالة نزوح، في حالة معاناة إنسانية. بالفعل هذا لا يجب أن يستمر. أضيف إلى ما ذكره معالي الوزير، أدعم الموقف الذي ذكره هو. بالفعل فيما يتعلق بهذا الموقف يجب أن تكون هناك تحقيقات، ولكن الإشكالية هنا هو أننا ننتظر تحقيق بعد تحقيق بعد تحقيق، ولا شيء على الأرض، ولا شيء ينفذ. وهذه هي الإشكالية التي تحدثت إليها مع معالي الوزير. إذن سهولة وصول وسائل الأعلام حتى يتم تسليط الضوء على هذه القضية، ورفع الرقابة على وسائل الأعلام حتى تنقل الصورة. إذن فيما يتعلق بمدى ثقل الأدلة ومدى عظم الأدلة التي يتم تقديمها والدفوع التي يتم تقديمها بصفة يومية، كل هذا بالفعل أظن أنه كافيا لتحريك ضمير المجتمع الدولي، لتحديد هل هذه هي القضية أم لا. ولكن هذه الطلبات وهذه الدعاوى، ومع تقديم وبالنظر إلى الأدلة المادية التي يتم تقديمها، ومع كل هذا الأسى والأسف التي تنقله وسائل الأعلام في غزة، كل هذا أمر مؤلم وصور مؤلمة. الأطفال الذين يعانون، ليس فقط وفيات وليس فقط قتلى، ولكننا نتحدث عن إصابات. إذن هذا هو الموقف، وهذا هو ما أعرب عنه معالي الوزير. وأنا كل ثقة وكل دعم لما قاله معالي الوزير، وعلى وسائل الإعلام أن تنقل الصورة وعدم تحييد القيم الأخلاقية. شكرا سيادة الوزير. سامح شكري، حضرتك أشرت إلى التقرير اللجنة المستقلة الذي صدر بالأمس بالنسبة لحيادية الأونروا، وتأكيده على حيادية الأونروا وأنه لا يمكن الاستغناء عن دورها. هل هناك خطوات قادمة تنوي مصر والدول العربية القيام بها لإعادة الثقة واستعادة الثقة في هذه المنظمة؟ دي أول نقطة. لو تسمح لي بسؤال تاني، جهود الوساطة تتعثر يوما بعد يوم حاليا، فهل هناك أي أمل في التوصل إلى محاولات للتهدئة؟ وهل الأمر يتجه إلى مزيد من التصعيد بالنسبة لرفح الفلسطينية واقتحام رفح الفلسطينية؟ وهل يمكن أن نقول أن هناك إعلام فشل حاليا لفرص التوصل إلى هدنة؟ شكرا. مصداقية الأونروا لم تكن في أي مرحلة موضع شك لدينا ولدى عدد كبير من الدول في المنطقة وخارج المنطقة، وإنما دائما هناك كان ثقة، وهناك كان دعم، وهناك كان تأييد للأونروا من منطلق المعرفة الوثيقة بالدور الذي تلعبه، حيويته، تأثيره، والثقة في القائمين عليه. المدير للأونروا من الشخصيات المشهود لها بالكفاءة، بالحيادية، بالمبادئ الأخلاقية، ويدير المنظمة على هذه الأسس. وكان التقرير الذي صدر في حد ذاته هو دليل آخر على كل ما كان في اعتقادنا من وثقتنا في المنظمة. ويجب أن يكون التقرير فاصل وحازم، وتنتهي أي شكوك أو أي إطلاق لشبهات ليست لها أساس. ويجب أن كافة الدول التي علقت مساهمتها أن ترجع عن هذه القرارات، بل الدول التي لديها القدرة في ضوء المعاناة الضخمة الإنسانية والاحتياجات الضخمة الإنسانية في غزة، أن تزيد من مساهمتها لمواجهة هذا الوضع في غزة. نحن نحذر كما يحذر غالبية أعضاء المجتمع الدولي من مخاطر
اجتياح رفح عسكريا واحتمال أن يؤدي ذلك إلى مضاعفة عدد القتلى من المدنيين الأبرياء من النساء والأطفال. ولكن كما قلت المطالبة اللفظية والدعوة اللفظية لا تكفي ربما لإقناع بضرورة الامتناع عن هذه الخطوة، إنما يجب أن تكون هناك عواقب وأثار في حالة ألا يتم التمشي مع ما هو متفق عليه لدى أعضاء المجتمع الدولي، إما أصبح الأمر شكلي وننتظر كما هي الحال أن ندعو إلى احترام مبادئ القانون الدولي فنرى تكرار المخالفة وتجاوز القانون الدولي مرة واثنين، والآن الحالات التي أشرنا إليها من الدفن الجماعي للضحايا والملابسات اللي أدت إلى ذلك، متى نقر بأن هناك عواقب ونتائج تتخذ ربما تجعل هناك انتباه أكثر بضرورة تجنب ما يدعى إليه من إجراءات تؤدي إلى مزيد من المعاناة. سوف نستمر في العمل بدون شك للتوصل إلى وقف إطلاق النار، لابد من صياغة موقف يتم التوافق عليه من قبل الطرفين، ولن نيأس لأنه لا يمكن أن تستمر هذه الحرب وأثارها، ونأمل أن نصل إلى اتفاق عاجلا وبما يكون له أثر على توفير المساعدات للشعب الفلسطيني وإعفائه من استمرار ويلات هذه الحرب، لكن نطالب أن تكون هناك الإرادة السياسية التي تجعلنا نصل إلى هذه النقطة. وطول أمد هذه المفاوضات قد يضع في شك وجود هذه الإرادة السياسية. Mr. Barry White from Barra Media. Barry White from Barra Media. Barry White from News Talk. Ireland and other countries. أيرلندا وعدد من الدول مثل سلوفينيا ومالطا تعترف بفلسطين. ماذا عن إنفاذ عملية السلام؟ وكما ذكر معالي الوزير شكري في منطقة رفح، ماذا عن الموقف الحالي وماذا عن القيود والعراقيل أمام هذا الأمر، وماذا عن اللاجئين الفلسطينيين؟ أولا فيما يتعلق بالاعتراف بفلسطين يتطلب اتخاذ سلسلة من الإجراءات أولاهما هو تصويت الدول الأعضاء، وأنا شخصيا أدعم وجهة النظر التي اتخذتها بعض الدول فيما يتعلق بفلسطين، وكذلك ربما أن تتولى السلطة الفلسطينية أن تكون لها السلطة وأن يكون لها السيطرة في فلسطين لعدة ربما سنوات، ذلك لأن حتى أن الفلسطين نفسها تستمع إلى مثل هذه المقترحات ومثل هذه المبادرات، وبالفعل نحن نحاول أن ندعم أن يستمر المسار في حل الدولتين، وكذلك نحن بالفعل نتابع المناقشات والكلمات التي ذكرتها مسبقا. أود أن أقول أنها تدعم لفلسطين وأننا ندعم حيازتها على العضوية الكاملة، لأن من يرغب في العيش بسلام مع الجيران الإسرائيليين، وعلينا أن نفعل ذلك وفق حل الدولتين. كما ذكرت في إجابتي السابقة، الاعتراف يجب أن يكون في إطار خطة سلام. خطة السلام بالفعل تم طرحها أمام الاتحاد الأوروبي وأمام الولايات المتحدة كأساس للمفاوضات وكأساس لإعمال حل الدولتين. هذه خطوة في غاية الأهمية، وربما أنه من الشيق ولكن ربما من الغرابة أن نستمع إلى أصوات معارضة لمثل هذا المبادرات، لأن هذا قد يكون له تداعيات وخيمة،
بالفعل بعض الدول لا ترغب في الاعتراف بدولة فلسطين وتعمل على تأخير وإرجاء والمماطلة في إعمال هذا الحل. إذن هذا هو ما نحن نحاول أن نفعله وأن ندعم حل الدولتين ونأمل أن نصل إلى وقف إطلاق النار في القريب العاجل. وبالفعل اطلعنا على مبادرة السلام ونحاول أن ننفذها ولكن على كل الأطراف أن تقتنع. بشأن ما ذكره معالي الوزير بشأن صياغة السؤال أظن أنه قد يعكس صورة سلبية. معبر رفح لم يحدث وأن يغلق وإنما هو مفتوح دائما لإيصال المساعدات الإنسانية. معبر رفح مفتوح وتم تعديله حتى لاستيعاب المساعدات الإنسانية وهناك نقاط لعبور اللاجئين وكذلك أصبح مناسبا لاستيعاب حتى الشاحنات التي تنقل المساعدات الإنسانية. وقمنا بتحديث المعبر وهناك كذلك أطراف متعددة الأطراف بعض الأيرلنديين وبعض الجنسيات الذين هم كذلك زاروا البلد. وكذلك حصلنا على استقبلنا 5,000 مصاب عبر معبر رفح لتلقي العلاج في مصر. ومن ثم هذه عملية كاملة نحن نتحدث هنا عن أعمال التأشيرة وما إلى ذلك منح التأشيرة وما إلى ذلك. ومرة أخرى هناك درجة من التنسيق مع الجانب الإسرائيلي الذين قاموا بتقديم قائمة بمن يخرج من فلسطين. إذن غزة إذن نحن نبذل قصارى جهدنا ولا ندخر جهدا في مثل هذه الأوقات العصيبة لتقديم مزيد ومزيد من الدعم بأقصى قدر ممكن للشعب الفلسطيني في قطاع في غزة وكذلك لأولئك الذين يرغبون في الخروج من غزة ربما لترك العلاج أو لأسباب أخرى. ولكن مرة أخرى فإن سياسة النزوح العمدي وبيئة هذا النزوح العمدي وأن يجعل غزة غير قابلة للعيش وأن تكون غير مأهولة وإفراغها وإجلاء سكانها عنها هذا كله ضد حق الفلسطينيين في حق تقرير مصيرهم وحق العيش على أراضي بلادهم. إذن الفلسطينيين أنفسهم هم يرفضون لأن يكونوا عرضة لمثل هذا الاستغلال والتلاعب في هذا الاتجاه. شكرا جزيلا.